تعالوا بقى نتكلم عن النادي الاهلي. وطبعا كالعاده بعد كل مباراه لازم بنلاقي نفسنا ايه وبشكل لا ارادي بنقفل صفحه عشان نفتح صفحه جديده. طبعا يعني ده المعتاد من النادي الاهلي، وبطبيعه الحال النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي لا اكيد برنامجنا ده برنامج 10 الصبح في الاهلي يعني جزء اصيل منه. الحقيقه يعني الكل حريص جدا على ان هو ينقل كل تفاصيل نبض الجماهير بشكل مستمر بصفه دائمه. احنا تعودنا يمكن من اول انطلاقه هذا البرنامج ان احنا نغطي ونقدم لحضراتكم كل حاجه متعلقه بالاهلي من قريب او من بعيد، سواء الالعاب الجماعيه او الالعاب الفرديه المختلفه، بجانب طبعا نقل راي الجماهير ووجهه نظرهم. طبعا بصراحه من خلال جوله سريعه كده حصلت الفتره الاخيره على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه السوشيال ميديا كحاله استطلاع لراي الجماهير الاهلاويه، فهناك حاله اطمئنان مصحوبه بشيء من الحذر. يعني نلاقي في ناس كتير جدا مطمنه على ان النادي الاهلي قادر على ان هو يتاهل ليه طبعا الدور ربع النهائي في البطوله الافريقيه، بس في نفس الوقت بيحذروا كل اللعيبه من اي تهاون او اي عدم تركيز في الماتشين اللي جايين امام المريخ والهلال، وده فعلا اللي بيشتغل عليه الجهاز الفني واللعيبه. التفصيله دي برضو بتبين لحضراتكم لاي درجه جماهير النادي الاهلي هي كمان ليها خصوصيه شديده جدا في التعامل مع الفريق والتعامل مع النادي الاهلي، حتى لو في كبوه معينه، حتى لو في ناس عندهم اندهاش من امر ما، ناس عندهم تحفظات على شيء ما، ده مش بيأخرهم عن الاستمراريه في دعم الفريق وان هم يبقوا في ظهر اللعيبه، بغض النظر عن تحفظاتهم وملاحظاتهم اللي دايما بيعبروا عنها واللي احنا دايما في القناه عندنا برضو بنعبر عنها بالنيابة عن كل الجماهير. فطبعا دي نقطة في منتهى الأهمية، دي نقطة يعني طبعا مهمة جدا. وفي نفس الوقت احنا عايزين برضو نأكد، انت حتى انت لما تبقى خايف على ابنك، انا هدي مثال يعني طبعا. انت لما بتيجي تنتقد ابنك بتبقى عايز ان هو يبقى افضل، فهي طبعا. دي النقطة. انا كواحد من جماهير الاهلي لما الاداء مثلا بيكون في مشكلة او مش دي المباراة اللي انا منتظرها من الاهلي او مش ده الاداء اللي انا اعرفه من لاعب النادي الاهلي، عادي جدا ان انا اتكلم، بس انا ما بهدش، انا ما بنتقدش للنقد، ان انا النقد الهدام. دايما انت بتبقى قلبك على الفريق وده طبيعي جدا. وعلى فكره هي حاجه ما تزعلش، يعني انت لما حد مثلا يحبك وبعدين يقول يا كريم انت كنت في الحلقه النهارده مش قوي، ده مش معناه ان هو عايزك تبقى ما عندكش ثقه في نفسك، ده بالعكس عايزك تركز عشان الاداء اللي هو اخذ عليه عنك او الامبريشن اللي اخذه عنك طبعًا. احسن طبعًا. من كده طبعًا. فده طبيعي، وده بتبقى غيره حب واهتمام، فموضوع اكيد ما فيهوش اي مشكله.